القرار الاتهامي في تفجيري التقوى والسلام يسمي ضابطين سوريين. جهاد العرب يفوز بمناقصة تلزيم النفايات في بيروت وجبل لبنان. بوتين يرجح التوصل إلى اتفاق روسي أمريكي حول سوريا قريبا. أهلا بكم. بعد ثلاث سنوات على تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس والذي أوقع مئات الضحايا من المصلين، أصدر القضاء قراره الاتهامي. وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية خططا وأشرفا على عملية التفجير، هما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان. ولم يكتف القرار بملاحقة الضابطين المكشوفة هويتهما، بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات لهما لتنفيذ العملية وملاحقتهم. وبينت التحقيقات أن الأمر قد صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية. وقد سلم المحقق العدلي القاضي آلاء الخطيب وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي القرار الظني على أن يعقد ريفي مؤتمرا صحفيا بعد قليل يتناول فيه القضية. في شأن آخر، باشر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر تحقيقا في قضية الطفل خالد الشبطي الذي اخترق إجراءات المطار وتمكن من السفر إلى تركيا. إذن أصدر القاضي آلاء الخطيب القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية خططا وأشرفا على عملية التفجير، هما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان. وسطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين والذين أعطوا الأوامر والتوجيهات لهما لتنفيذ العملية وملاحقتهم، فضلا عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 أشخاص. وأبرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب الذي نفذ تفجير مسجد السلام بيده عن بعد بواسطة جهاز، أما باقي أفراد الخلية اللبنانية فقد فروا إلى سوريا. وفي تغريدة عبر تويتر كتب الرئيس سعد الحريري أن القرار يسمي بوضوح الضابطين في مخابرات النظام السوري محمد علي علي وناصر جوبان، وبالتالي يوجه الاتهام المباشر إلى النظام ومخابراته وأجهزته. وأضاف: قلنا منذ اللحظة الأولى إننا لن نكل عن ملاحقة الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية، وسنثأر بالعدالة لشهدائنا الأبرار وجراح الأبرياء. ها نحن أخيرا أمام ساعة الحقيقة التي تسطر فيها العدالة مذكرات بحق ضباط مخابرات نظام الأسد الذين اعتقدوا يوما أن أحدا لا يكشفهم ولا يسميهم، متعهدا بمتابعة جهود إلقاء القبض على المتهمين وإنزال القصاص العادل بهم من أدنى قتلتهم إلى رأس نظامهم المجرم. في شأن النفايات، فازت شركة جهاد العرب بمناقصة تلزيم فرز ومعالجة النفايات لبيروت وجبل لبنان باستثناء جبيل. التفاصيل في اتصال هاتفي مع آلين حلاق. آلين، ماذا عن المعطيات المتوفرة حول هذا القرار؟ طبعا كاترين، فاز ائتلاف شركة الجهاد للمقاولات المملوكة من المقاول جهاد العرب وشركة سوريكو البلغارية بمناقصة تلزيم أعمال فرز ومعالجة النفايات المنزلية لبيروت وجبل لبنان باستثناء جبيل، وذلك لمدة 4 سنوات، وكانت قد تجاوزت المهلة المعلنة للمناقصة بأكثر من شهرين. طبعا هذه المناقصة تعتبر الأهم في خطة الحكومة لمعالجة أزمة النفايات.
وكانت سابقا قد ترددت معلومات عن إمكانية انسحاب بلدية بيروت من المناقصة عملا بقرارها إدارة نفاياتها بشكل مستقل، وهو ما نفاه لاحقا رئيس البلدية جمال عتاني مؤكدا أن بلدية بيروت لن تنسلخ عن مناقصة المعالجة المركزية. تجدر الإشارة إلى أن شركة جهاد العرب كانت قد فازت من جديد بمناقصة الكوستا برافا وبسعر أقل من سعرها ب 11 مليون دولار، وهي هذه المناقصة كانت قد ألغيت سابقا. واليوم أيضا شركة جهاد العرب تستحوذ على مناقصة فرز ومعالجة النفايات. طبعا سنطلعكم على مزيد من التفاصيل كاترين فور ورودها إلينا. شكرا لك الزميلة آلين حلق. عقد صباح اليوم اجتماع تنسيقي بين الوزير الياس بوصعب ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وفي خلال الاجتماع وضع بوصعب كنعان في أجواء نتائج الاتصالات التي قام بها مع المعنيين بملف النفايات والتي قد تؤدي إلى بوادر حلول، وتم الاتفاق على متابعة التنسيق لحين إيجاد الحل النهائي لرفع النفايات من الشارع وتأمين لا مركزية الحل الدائم، مؤكدين ضرورة تشكيل هيئة رقابية في أسرع وقت ممكن وفق ما تمت مناقشته في اجتماع لجنة المال والموازنة. وأعلن بوصعب وكنعان أنهما سيواصلان اتصالاتهما في شكل مكثف لاستعجال عملية التنفيذ. لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعلن موسكو وواشنطن قريبا عن التوصل إلى اتفاق بشأن التسوية في سوريا. وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ بثت اليوم، وصف بوتين المحادثات حول الأزمة السورية بأنها صعبة جدا، وقيم عاليا مساهمة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في تجاوز الخلافات بين موسكو وواشنطن. وفي الوقت نفسه أكد بوتين أن الطرفين يتحركان بشكل تدريجي في الاتجاه الصحيح، واستدرك قائلا: لا أستبعد أن نتمكن في القريب العاجل من التوصل إلى اتفاق، وسنقدم اتفاقنا للمجتمع الدولي. وأضاف: تجري المفاوضات بصعوبة فائقة، وتكمن إحدى القضايا الرئيسة في ضرورة الفصل بين ما يسمى بالمعارضة المعتدلة والتنظيمات المتطرفة والمنظمات الإرهابية. نحن نصر على ذلك ولا يعارض ذلك شركاؤنا في الولايات المتحدة. وأضاف بوتين أن روسيا وتركيا تسعيان أيضا لعقد اتفاقات ثنائية حول سوريا. كشفت صحيفة السفير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى عقد لقاء يجمع الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب إردوغان في موسكو. وأضافت الصحيفة أن المواعيد المقترحة للقاء التاريخي الثلاثي تمتد من 18 من أيلول الحالي حتى 22 منه، وأن الموعد النهائي سيحدده اللواء علي مملوك في خلال زيارته العاصمة الروسية الثلاثاء المقبل. وتقول المعلومات إن جدول الأعمال سيكتمل أعداده في خلال زيارة سيقوم بها رئيس الاستخبارات التركية حقان فيدان إلى دمشق الأسبوع المقبل. ولفتت الصحيفة إلى أن الروس قدموا مخرجا مقبولا للسعودية برعايتهم الحل الذي يستبعد أي دور رئيس لإيران ولو شكليا. وقد تولت موسكو صياغة تصور، وأشارت مصادر روسية إلى أن هذا التصور بات شبه جاهز للتطبيق، وهو يستند إلى تسوية مركبة من أعلان فيينا إلى ورقة المبادئ السورية للحل السياسي كما قدمها بشار الجعفري إلى مؤتمر جنيف 3، بالإضافة إلى بعض الأفكار الخلاقة التي تجسد الخلافات بين الطرفين وتحفظ الدولة السورية واستمرارية مؤسساتها. وكتبت الصحيفة أن تسوية موسكو تتضمن حكومة وحدة وطنية مثلثة تضم مستقلين وممثلين عن المعارضة المعتدلة ووزراء موالين للرئيس الأسد. بدأت صباح اليوم إجراءات إخراج عشرات الأشخاص من أهالي مدينة دارية عند مدخل مدينة المعظمية بريف دمشق. وذكر رئيس بلدية دارية أنه سيتم نقل 303 أشخاص إلى مركز الإقامة المؤقتة في حرجلة، والذي تم تجهيزه بجميع المستلزمات الأساسية. وأضاف أن إخراج المواطنين من المعظمية هو استكمال لاتفاق دارية، حيث استفادوا من مرسوم العفو رقم 15 بتاريخ 28 من تموز للعام 2016. وكان مئات المدنيين قد خرجوا الأسبوع الماضي من مدينة دارية إلى مركز الإقامة المؤقتة في حرجلة بريف دمشق في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإخلاء المدينة من السلاح والمسلحين.
اليوم اللي عم يصير هو اجلاء الدارني الموجودين داخل المعظميه من مسلحين دارني او مدنيين دارني الى منطقه حرجله لتسويه اوضاعهم والعوده الى حضن الوطن، استكمالا للاتفاق الذي تم في مدينه داريه. اليوم حيخرج 303 اشخاص بين نساء واطفال ورجال. في العراق قتل عشرات العناصر من القوات العراقية والحشد الشعبي صباح اليوم في هجوم مباغت شنه عناصر تنظيم داعش على محاور عدة جنوب محافظة صلاح الدين. وأشارت مصادر أمنية إلى أن أكثر من 50 عنصرا من القوات العراقية والحشد الشعبي قتلوا في الهجوم المباغت الذي استهدف مواقعهم في منطقة مطيبجة. أوضحت المصادر أن قوة كبيرة من الحشد الشعبي توجهت إثر ذلك إلى موقع الهجوم تحت غطاء جوي من الجيش وتمكنت من صد المتشددين والسيطرة على الموقف. بعد الإعلان، الفساد يشل الاقتصاد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. ننتقل لمتابعة المؤتمر الصحفي لوزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي حول القرار الظني في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام. الهواتف أرواح الشهداء الأبرياء في عليائهم. التحية لأرواح شهداء مسجدي السلام والتقوى ولأهاليهم. التحية لإمامي المسجدين الشيخ سالم الرافعي والشيخ بلال بارودي. التحية للصديق أبو عشير عبوس الذي فقد ثلاثة من أحفاده في التفجير المجرم. التحية لكل فرد أو عائلة فقدت شخصا أو أصيبت بمكروه من هذين التفجيرين. أيها اللبنانيون، إن هذا القرار الاتهامي الذي تولى إصداره المحقق العدلي القاضي ألاء الخطيب بمتابعة دؤوبة ومهنية عالية وشجاعة وبروح المسؤولية الوطنية والضمير هو النتيجة الأهم لنضالكم المستمر وصمودكم وتضحياتكم وشجاعتكم. فلولا هذا الصمود لاستمر عهد الوصاية السورية في ارتكاب الجرائم دون حساب. الشكر للنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي تابع هذا الملف. وكلنا ثقة بأن المجلس العدلي سيتولى بدء المحاكمة ويحاسب الجناة والآمرين والمخططين والمنفذين. وكما وعدنا وتعهدنا أمام أهلنا وأمام اللبنانيين، ها هو المجرم ميشيل سماحة يقبع وراء القضبان بعد أن رفضنا ورفضتم الحكم المهزلة، وها هم مفجرو مسجدي التقوى والسلام والآمرون والمخططون يحالون القضاء اللبناني. ولا نغالي إذا قلنا بأن هذا القرار يشكل الخطوة الأكثر وضوحا على أن عهد وصاية النظام السوري على لبنان وشعبه وقضائه ومؤسساته ودولته بدأ ينتهي إلى غير رجع. لن نسمح للوصاية بعد اليوم أن تعود. وهذه التهديدات الأخيرة التي حاول فيها نظام الأسد أن يرهب بعض الشخصيات اللبنانية لن ترهبنا. وليعلموا جيدا أن لكل جريمة حساب، وسنقاوم هذا المخرز بموقفنا ووحدتنا حول الثوابت، ثوابت ثورة الاستقلال التي بها وحدها نسرد الدولة والمؤسسات من الخاطفين. أتوجه في هذا اليوم إلى أهلي في طرابلس وفي كل لبنان، فأقول لهم يا شابات وشباب طرابلس الأبية، أنتم من حمى السلم الأهلي ونصر الدولة والمؤسسات. أنتم الشجعان الذين تعاليتم على الجراح بعد تفجير المسجدين ورفضتم الأمن الذاتي. أما النظام السوري الذي نفذ عبر عملائه هذه الجريمة فهو رأس الفتنة وهو المخطط الدائم لزرع الفوضى في لبنان. سنستمر في مواجهة مخططاته وسنستمر وإياكم في حمل الأمانة وفي حماية السلام والحفاظ على المؤسسات، ولا نتوقف قبل تحقيق العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت منذ العام 2005 والتي كانت جريمة تفجير المسجدين إحدى حلقاتها. نعم، لن نتراجع ولن نتردد لحظة واحدة، وسنناضل حتى تحقيق العدالة في كل الجرائم والاغتيالات التي نفذت بحق أبطال الاستقلال شهداء ثورة الأرز جميعا وفي مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وفي هذا الصدد
نلبي وسنلبي كل ما تطلبه المحكمة الدولية من وزارة العدل عبر بروتوكول التعاون الموقع مع الحكومة اللبنانية. أيها اللبنانيون، لقد كان المخطط الإجرامي في طرابلس كبيرا، عرفت به عن طريق أحد ممن كلفوا بمراقبتي، وكان ذلك أحد الخيوط التي أدت فيما بعد إلى اكتشاف منافسي ومخططي تفجير المجدين المرتبطين بمخابرات النظام السوري. وقد أدت القوى الأمنية وشعبة المعلومات دورها كاملا في التحقيقات، وتولى القضاء إصدار القرار الاتهامي الذي يورد بالتفصيل كيفية تخطيط وتنفيذ هذه الجريمة. أمام هذا القرار الذي يورد بالتفصيل تورط مخابرات النظام السوري بارتكاب تفجير المجدين، أدعو الحكومة اللبنانية إلى طرد سفير هذا النظام من لبنان وإلى قطع كل العلاقات مع هذا النظام الذي ثبت ضلوع مخابراته بارتكاب الجريمة. وهذا هو مطلب أهالي الشهداء والجرحى وجميع اللبنانيين الذين اكتووا بإجرام هذا النظام. للقوى الأمنية ولشعبة المعلومات ولقوى الأمن الداخلي وللقضاء الشكر والامتنان باسم الشعب اللبناني الذي احتضن مؤسساته وهي تقوم بواجبها في محاسبة المجرمين. هذه أمثلة على أن الصمود في وجه القتلة هو الطريق الأقصر لردعهم ولتحقيق العدالة، وهذا ما نعد أهلنا بالاستمرار به مهما كانت الصعوبات والتضحيات. وهذا هو القرار الاتهامي. مؤلف من 44 صفحة فيها كل التفاصيل وأدوار كل المتهمين. الأمر اللي حديث هلا هي حلقة من حلقات العدالة وليست كافة العدالة. هناك نعم حلقة إضافية، انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة من تحقيق أول شيء الأمني ثم إلى القرار الاتهامي، ثم ننتقل سريعا وقريبا جدا إن شاء الله إلى المحاكمة أمام المجلس العدلي الذي يتكون من نخبة من قضاة لبنان الذين نعم نثق بهم ونثق بعدالتهم ونحن بانتظار نتائج العمل. معالي الوزير، يعني حكى انه هذا القرار ذكر اسم باطين سوريين. نعم. او بالمخابرات السوريه. اولا خلينا نعرف شو علاقتهم على الموضوع وشو دورهم بالمخابرات، والشيء الثاني شو ذكر القرار عن الحزب العربي الديمقراطي ومدى تورطه وخاصه انه عنده مرافقين بالسجن. نعم. الكل بنعرف تماما انه هي الحلقه الاجراميه بلشت مع المخابرات السوريه عبر الرائد محمد علي اللي هو موجود ب او احد ضباط المخابرات السوريه بفرع فلسطين، ومعه ضابط ثاني، معه ضابط ثاني مذكور اكيد بكل التفاصيل موجود بال بال بالقرار الاتهامي اليوم اللي هو النقيب محمد علي بفرع فلسطين. عندنا ناصر جوبان مسؤول في الامن السياسي بالمخابرات السوريه، وعندهم خضر العيروني اللي هو احد شبيحه او احد عملاء المخابرات السوريه. الكل بنعرف تماما هناك من قرر وامر بالجريمه بعد التحقيق عم يكمل هالدور. هذا الحقيقه كان القرار هو ضمن المخابرات السوريه من خلال دور ضابطين اللي هن يتبعوا المخابرات السوريه، اشتروا سيارات فخخوا على الاراضي السوريه، نقلوها على الاراضي اللبنانيه، ثم واكبوا عمليه التنفيذ عبر بلشوا باول شيء عبر شبكتين. الشبكه الاولى استطلعت وعلى اساس ان هي تنفذ، الشبكه الثانيه كمان عم تحضر تماما. الشبكه الاولى لم تنفذ بناء لطلب المخابرات السوريه، نفذت الشبكه الثانيه اللي اسمائها كلها عنا تماما، البعض منا موقوف والبعض منا ما زال قيد الملاحقه. دور الحزب العربي الديمقراطي، هناك شبهه كبيره لدور الحزب العربي الديمقراطي، ثبت تماما انه سيارتين كانت ببقعه يسيطر عليها الحزب العربي الديمقراطي، وهناك نعم هناك تهريب لضالعين اساسيين في هذه الجريمه من الاراضي اللبنانيه الاراضي السوريه عبر علي عيد وسائقه الشخصي وعبر اشخاص اخرين. هناك دور نعم وهناك شبهه كبيره. العمل القضائي لم ينتهي بعد، نحن نعم نضع علامه او شبهه كبيره على دور مسؤولي الحزب العربي الديمقراطي في هذه الجريمه الكبيره من خلال النقطتين اللي ذكرتهما، والامن يتابع القضيه والقضاء يتابع القضيه. طيب القرار الظني اللي صدر عن القاضي ابو بيضه قبل قال انه يوسف تياب هو اللي فجر عن بعد بجهاز. نعم. هل هذا رجع اكده هلا القاضي التحقيق او المحقق العدلي؟ حسب قانوننا بس يستلم، بس تحال قضيه امام المجلس العدلي يعين وزير العدل محقق عدلي يعيد تكوين الملف من جديد تماما الحقيقه. بالقرار الاتهامي اللي اصدره القاضي الاء الخطيب بيوضح كل الادوار تماما، اللي الوقائع اجت متطابقه،
اللي هي بلشت اذا بدك مع شعبه المعلومات، وجه لها تحيه كبرى، وجه كذلك الامر للشهيد وسام الحسن ووسام عيد اللي هن فعلا ارسوا الاسس الاولى لكشف هذه الجرائم من خلال تحليل داتا الاتصالات اللي كان عندها دور مهم جدا، ومن خلال اشراف اللواء وسام الحسن الشهيد الكبير. اليوم تطابقت كل المعطيات تماما بادله علميه، سواء بكاميرات المراقبه، باعترافات بعض الموقوفين، وبتطابق تحليل داتا المعلومات اللي هي عم تتطابق جغرافيا مع الافادات بهالمعنى هذا. معالي الوزير، شفنا متابعه لافته لقضيه ميشيل سماحه ولقضيه تفجير مسجدي التقوى والسلام. وبالجريمتين شفنا ضلوع لاشخاص سوريين برتب عسكريه. كيف اليوم قادرين نتحرك كوزاره عدل وكحكومه لبنانيه وكقضاء لبناني لنقدر نحاسب هدول الاشخاص اللي اثبتوا بين خلال القضاء اللبناني المتورطين بجرائم كبرى في لبنان؟ الكل بنعرف تماما انه هناك كان بالبدايه اتهامات غير مقرونه بادله او بملف قضائي او ملف امني كامل تماما. كل اللبنانيين صاروا اللي تابعوا هالجرائم هاي ادركوا تماما انه ملف المجرم ميشيل سماحه اللي هو فعلا كلف من علي المملوك من المخابرات السوريه بالقيام بمسلسل ارهابي كبير صار مثبت بالادله، فيها اعترافات، فيها مضبوطات، فيها صوره، فيها صوت، وفيها كل التفاصيل. يعني هي ملفات عم تكون باعلى درجات اذا بدك الاثباتات الموضوعيه، مش اثباتات اتهامات غير موضوعيه. بالمقابل هي مؤشر او هي كذلك الامر ملف ثاني لتفجير سيارتين مفخختين بتوقيت تقريبا متزامن امام مجدين في طرابلس، المدينه الحبيبه علي وعلى كل الطرابلسيين وعلى كل اللبنانيين. كذلك الامر الملف مدعم بادله علميه موثقه بالصوره، يعني كان في مراقبه بالكاميرات للسيارتين كيف نقلت من البقاع الى عكار الى طرابلس، وكيف باتت في منطقة علي عيد ورفعت عيد وتحت برأي رعايتهم في جبل محسن عند أخواننا بجبل محسن، اللي ما جزء كبير منهم كانوا ضحايا هالمسلسل الإجرامي. ثم بعدين بعد يومين نقلت سيارتين بناء الاجتماع حصل قبل ساعات من تفجير في بيت أحد المتهمين الأساسيين هو الشيخ حيان رمضان، وكيف نقلت السيارة الأولى بمواكبة سيارتين لترقبها للتواكبة ثم تنقل سائق سيارة إلى مكان انطلاقه، وكيف نقلت السيارة الثانية إلى أمام جامع السلام اللي هو أمام منزلي، وكيف تم مواكبته بدراجة. نقلت كذلك الأمر سائق سيارة واللي فجر بعدين هو السيارة، انتقلت الدراجة من طرابلس للكورة لصغرتة ثم بعدين لجبل محسن. آلية التفجير كان عندهم تركوا وسيلتين، وسيلة عبر ريموت كنترول في حال إذا كان المفجر المجرم الكبير قريب أقل من 300 متر عن السيارة كان في فجر بالريموت كنترول، إذا كان بمحل بعيد كان معطينه خط هاتفي جوال يعني سليلر بيطلب الرقم اللي هو مركب على المتفجرة، بس يرن الرقم ويسكر خطه بتتفجر السيارة. وهيك تم قدام جامع السلام باعترافات الموقوف اللي كان عم يسوق السيارة بطريقها اللي فجرها عبر التليفون، هو راكب على الدراجة عم تنقله بعدين لتهربوا من مسرح الجريمة. يوسف دياب اللي حط، والثاني كان احمد مرعي اللي كان كمان ملبسينه قصد زي باكستاني افغاني ليموهو فقط لغير. هي يعني بصمه النظام السوري وحلفائه دائما تروح تذهب الى اتهام يعني حدا يشبه الضحايا. بجريمه الرئيس رفيق الحريق الله يرحمه اتهم ابو عدس اللي فقط ليروح لاتهام لنفس الفئه المذهبيه، وكذلك الامر تم الباس سائق سيارة قدام جامع التقوى لباس باكستاني أو أفغاني كمان لتضليل التحقيق وأخذه باتجاه معين. هنشوف ضباط سوريين بقوس العدالة وخلف القضبان اللبناني؟ للأمانة المحقق العدلي بتصور قد تكون المرة الأولى بتاريخ القضاء اللبناني بالمرحلة الحديثة بالبند 12 طلب إصدار مذكرات تحر دائم لمعرفة كامل هوية الضباط والأمنيين في المخابرات السورية المتورطين في عملية التفجير موضوع هذه الدعوة والمسؤولين عن أعطاء الأمرة في هذه العملية ليصار لملاحقتهم وفقا للأصول. العملية القضائية لم تنتهي، قطعت مرحلة كثير أساسية بمسارة نعم هي مستكملة سواء عبر الأمنيين
أو عبر بعدين المجلس العدلي من خلال المحاكمات. نعم بتأمل الحقيقة أنه بالنهاية صار عنا وأفاخر أنه بمرحلتي أنا الحقيقة أنشأت شعبة المعلومات لتمكنت أنه تواكب كذلك الأمر ملف اغتيال الشهيد رئيس رفيق الحريري بموضوعية وبمهنية عالية جدا، وقدمنا للمحكمة الدولية الملف الأساسي الأول اللي قدم إذا بدك إثباتات علمية حول خلية التنفيذ والمراقب للرئيس الشهيد رفيق الحريري. إذا الملف الأول كان العلمي لدور المخابرات السورية مع حلفائه بأمن حزب الله اللي هن قاموا بتهمه بقصة رفيق الحريري، مع ملف قضائي كامل، ثم بعدين هاي ملفين كاملين، ملف ميشيل سماحة وملف تفجير المجدين. نعم هناك أدلة علمية كاملة عن دور المخابرات السورية بهالعملية هاي. نعم بموضوع محاولة مراقبتك للزامن تقريبا مع قصة تفجير المجدين، هل أتى القرار الاتهامي على ذكر الموضوع؟ طبيعي القرار الاتهامي كان جملا العملية كانت تستهدف أو كانوا من ضمن أهدافهم هو تقريبا عندك 5 أشخاص كان المفروض يتخلصوا منهم. الشخص الأول كان الشيخ سالم الرافعي، هو إمام جامع التقوى اللي ربنا أنقذه، كان بالجامع بيوم التفجير. اللواء الشفيف كان متابع لأسباب بحضروا أنه اغتياله قد يحدث إذا بدك نوع من البلبلة في شمال لبنان. كان الثالث هو النائب خالد الظاهر، الرابع النائب السابق مصطفى علوش، ثم العقيد المتقاعد عميد حمود. كانوا الخلية عم تحاول تقريبا تحط انه اهدافها هو هال5 أشخاص. حقيقة راحوا بهالتنفيذ هذا عبر 2، الشيخ سالم الرافعي اللي هو امام جامع التقوى اثناء اداء الصلاة، واللواء اشرفي اللي انا بيتي مقابل جامع السلام وكنت بالبيت والحمد لله ربنا انقذنا. شكرا جزيلا. بعد متابعة هذا المؤتمر الصحفي لوزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي، نعود إلى سياق نشرتنا. علق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر على خبر الطائرة اللبنانية التابعة لشركة وينكس أوف ليبانون والتي حطت في مطار بن غوريون في فلسطين المحتلة، فقال تبدو علامات التردد في تصريحات المسؤولين حول رحلة الطائرة وينكس أوف ليبانون إلى إسرائيل، والإجراء الأمثل منع هذه الشركة من استخدام مطار بيروت وتحويل وكلائها إلى المحاكمة بتهمة التعامل مع إسرائيل. وأضاف فإذا بفتى في 13 من عمره يتسلل إلى طائرة متوجهة إلى تركيا وما من حسيب أو رقيب، كل هذا مرده هذه الفوضى السياسية والإدارية واستحالة المحاسبة، وانظروا إلى النقص الفادح في الطيران المدني، معتبرا أن أمن المطار التقني وغير التقني أهم من أمن بعض الشخصيات ومواكبهم واستهتارهم بأمن المواطن. ودعا وزارة الداخلية إلى تحديد المسؤوليات معتبرا أن ما جرى يستوجب محاسبة أمنية صارمة، أما الشركة المذكورة فيجب إقصاؤها ومحاكمة أصحابها. تر وفرعون يريان في الفراغ الرئاسي والفساد تعطيلا اقتصاديا في البلاد. ممثلا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، رأى النائب علاء الدين ترو أن المشكلة الكبيرة التي يعانيها البلد بشكل كبير في كل قطاعاته هي الفساد المستشري في جسمه الإداري. فلنقلع عن تعطيل المؤسسات، فلتسر الحكومة بشكل طبيعي في هذه الظروف الصعبة في ظل تعطيل المجلس النيابي، في ظل غياب رئيس الدولة. يجب علينا أن نصون الحكومة ونحمي الحكومة ونعطي للحكومة دفعة جديدة من أجل القيام بمهماتها في هذه الظروف الصعبة وفي ظل هذا الفراغ في سدة الرئاسة وفي ظل تعطيل. وفي خلال افتتاح معرض الأعمال في الشوف والذي حضره أيضا الوزير ميشيل فرعون، شدد الأخير على ضرورة الحفاظ على الحكومة بجو توافقي للانتقال من هذه الحقبة. ناطرين الاتفاق السياسي، ناطرين وقف اللا استقرار السياسي، وناطرين أنه يتحول، نحافظ أكيد على الحكومة بس يكون بجو توافقي، نحافظ أكيد على هيئة الحوار أيضا إنما يكون في نتيجة ويكون في سلة اللي بتكون متوازنة، وأيضا أكيد نحافظ على هذا الاستقرار الأمني لننتقل من المرحلة اللي هي حقبة اليوم اللي عم توصل إلى يعني هيك نوع من الشلل الكامل
إلى حقبة جديدة، يكون في انتخاب إن شاء الله لرئيس الجمهورية ويكون في سلة وحكومة جديدة. ولفت فرعون إلى أن المشاريع الصغيرة يمكنها أن تتحرك في ظل هذا الاستقرار الأمني المفروض بالتراضي السياسي. بعد الإعلان الإعلام في وجه السجان. أهلا بكم من جديد. وصل عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 25 صحفيا، 7 منهم معتقلون إداريون. وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن من بينهم طالب أعلام في جامعة القدس مالك القاضي والمضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري لليوم 49 على التوالي، وهو محتجز في مستشفى ويلفنزن الإسرائيلي وحاله خطرة. وتعتقل إسرائيل كذلك الصحفي نضال أبو عكر الذي أعيد اعتقاله إداريا في 9 من شهر آب المنصرم، علما أنه كان قد أمضى 13 عاما في السجون الإسرائيلية، بينها 9 أعوام إدارية خاض فيها إضرابات فردية عن الطعام. كما يعتقل الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين حسن الصفدي، محمد حسن قدومي، عمر نزال وآخرين، ويمدد أوامر الاعتقال الإدارية الصادرة بحقهم تعسفيا، إلى جانب 18 صحفيا بين محكومين وموقوفين، وأقدمهم المعتقل محمود موسى عيسى المحكوم بالسجن المؤبد والذي مضى على اعتقاله 22 عاما. دمر انفجار صاروخا من طراز فالكون 9 الذي تنتجه شركة سبيس اكس الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء في خلال تجربة إطلاق اعتيادية في مركز قيادة القوات الجوية والفضائية الأمريكية في ولاية فلوريدا، وكان يحمل قمر الاتصالات الإسرائيلي عاموس 6. وقد هز الانفجار المباني على بعد كيلومترات عدة وأرسل عمودا كثيفا من الدخان الأسود إلى السماء. وأعلنت شركة سبيس أكس أنه لم تقع إصابات، لكن خللا في خلال اختبار الإطلاق الثابت أدى إلى خسارة الصاروخ وقمر الاتصالات الإسرائيلي الذي كان من المقرر أن يحمله إلى الفضاء مطلع الأسبوع المقبل. ووصف رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية الانفجار بالحدث النادر وغير المألوف، مضيفا: لا تذكر إسرائيل خللا فنيا كهذا بشكل عام وفي منصات الإطلاق على وجه الخصوص، حيث انفجر الصاروخ فيما كان القمر الصناعي منصوبا على مقدمته، وهذا الحدث الخطر سيؤثر سلبا على قطاع الاتصالات الفضائية الإسرائيلية، فيما قدرت وسائل أعلام إسرائيلية الخسائر ب 200 مليون دولار، علما أن تجربة الإطلاق قد لا تعاد إلا بعد أعوام. كان في هذه النشرة القرار الاتهامي في تفجيري التقوى والسلام يسمي ضابطين سوريين. جهاد العرب يفوز بمناقصة تلزيم النفايات في بيروت وجبل لبنان. بوتين يرجح التوصل إلى اتفاق روسي أمريكي حول سوريا قريبا. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وأيضا على تويتر الجديد نيوز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.